أيام عشر من ذي الحجة. يا إخواني، من عظم هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها في كتابه، قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وقال ابن كثير: وليال عشر هي أيام عشر من ذي الحجة، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. يا إخواني، ومن فضل الله عز وجل أيضا علينا أن الله عز وجل قد ضاعف في هذه الأيام الأجور، العمل الصالح فيها يضاعف، فمن أجل ذلك نسارع ونسابق إلى الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى في كتابه يحثنا أن نسابق إلى هذه الجنة، قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.